السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه اوفر اي اي، الموقع دوت هيساعدك في البحث العلمي. ايه مست الموقع ده عن المواقع الكتيرة اللي احنا عمالين نتكلم عليها؟ احنا طبعا في ماسورة موقع الذكاء الصناعي ضربت. طيب ايه الميزة في الموقع دوت؟ الميزة ان انت تقدر ترفع ملفات كتيرة PDF وتسأله مرة واحدة. يعني بقية المواقع بيديك ترفع واحد بس، وفي بعضهم يقول لك ما يزيدش عن 20 صفحة، وفي بعضهم ما بيقدرش يرفع سوء ده. ممكن نرفع كتب كتيرة جدا PDF ويبقوا متخزنين، ولما أسأل سؤال يدور فيهم كلهم، تمام؟ ولو في معلومة مش موجودة فيهم يدور عليهم بره ويقول جيب لي المصادر بتاعتها. لكن في ميزة إن ممكن كذا ملف PDF صفحات كتيرة ترفعه على الموقع وتبدأ تسأل سؤال، فيبدأ إن هو يجاوبك من دول. ممكن تكون أنت مثلا راجل باحث دكتوراه في مجال معين، وليكن مثلا في عم تتكلم عن البحث العلمي، فترفع كل الكتب بتاعت البحث العلمي وتسأله، فيبدأ يدور فيهم ويجيب لك الملخص بتاعها. فدي ميزة لا تقدر بثمن. وكمان موضوع اللغة ما فيهوش مشكلة، يعني ممكن تسأل بالعربي، يعني الكتاب كله بالإنجليزي لكن تسأل بالعربي، فهو يبدأ إن هو يتبادل اللغات ويبدأ يجيب لك الإجابة بتاعتك بالعربي مباشرة. تقدر ترفع له PDF او ملف وورد او ملف تكست او ملف باوربوينت، او تديله موقع كامل تقول له خد الموقع دوت. اي حتى لو الموقع ده مثلا بالروسي او بالصيني، فهو عارف كذا لغة فيقدر ان هو يتعامل معاها ويبدأ ان هو يجيب لك الاجابة على طول. وممكن تقول له مثلا لخص للجزء ده او اشرح للجزء دوت، فيبدأ ان هو يساعدك في تلخيص او في شرح المادة العلمية اللي انت عايزها. وممكن حتى ما ترفع لهش الملفات، تديله المسار بتاعهم على دروب بوكس او وان درايف او جوجل درايف، وهو يبدا ان هو يقرا لك الملف دوت. عنده كتب كتير على جوجل درايف بالمناسبه، يبدا ان هو يقراهم ويروح ايه مديك الخلاصه. طيب السعر كام؟ تعال نخش على برايسنج. ممكن تدفع هو مثلا $2 او $4 او $20 حسب كمية البحث العلمي اللي عندك او حسب ما هتستخدمه، لكن هو صراحة يستاهل. حتى لو $20 هيستاهل في مقابل ان انت تحصل على المزايا دي كلها ان شاء الله.